يا عيني بالله انا مين امد كل خلق الله يا عين نمت وانتي مالك ساهرة تسكبين دموع. الله يرحمه الفنان المبدع سالم علي سعيد، الله يرحمه، وألف رحمة ونور عليه إن شاء الله. طبعا هذه الأغنية يعني شنو أقول لك عليها، لها ذكريات جميلة، وكان يعني تذكرني بوجوده معاي في الاستوديو وكيف حضرنا العمل. من أهم الأعمال بالنسبة وأقرب لقلبي للشعب العماني كانت هي أغنية يا عيني بالله نامي، ولها أثر قوي على قلبي يعني وذكرياتي، والناس أيضا من خلالها يعني حبت صوتي أكثر، قربتني إلهم أكثر. أغنية بالنسبة للشعب العماني هي فعلا أغنية مهمة، أكيد الكلمة اللحن أغنية تكون قريبة من إحساسي من قلبي. عادة أنه أي عمل أختاره لازم أحس يعني يكون عندي بإحساس حتى أقدر أدي العمل وأقدمه بصورة حلوة للناس. هم مجموعة أشخاص يعني ما أقدر أحدد بس شخص واحد، أكيد إذا أقدر أذكر لك على المستوى الخاص اللي هم أكيد من بعد رب العالمين أهلي كلهم أكيد، ومثل ما أنتي شفتي حاليا وياي مرافقني بكل سفراتي أخويا الله يحفظه ويطول بعمره حبيبي متعبته دائما وياي، وكثير أشخاص عزيزين على قلبي مثلا من ضمنهم مصورتي الخاصة، الستايلس اللي عندي، كثير أصدقاء وناس محبين لهم أكيد كثير، يعني ما أحب أقول كلمة تفضل علي بس يعني أحسبهم يعني ناس من أهلي وعزيزين علي، فكلهم أكيد إحنا كنا ويا بعض لنا سبب نجاح. الله يخليهم لك يا رب. رفضتي أعمال كثيرة قدمها لك والدك الأستاذ كريم هميم؟ مو رفضت يعني، بس أنا ما جامل يعني عادة، فكنت أقول له أنه في أعمال غنيتها من ألحانه وفي أشياء ما قدرت أحسها حتى أقدمها، لازم أكون أنا مقتنعة بالعمل حتى أطرحها للناس والناس أكيد تحبه وتقتنع به. والله ما في عمل محدد بس هواي أغانيك، وتقريبا كل الأغاني اللي أقول لك الحلوة واللي ناجحة أقدر يعني يا ريت شن تغنيت كل اليوم، وإحنا نسولف نقول يا ريتنا ما عدنا ارتباطات حتى نبقى أقل شيء رادنا مو أسبوع ولا أسبوعين، شهر حتى نشوف هالجمال. يعني ما شاء الله أقول لهم أنتوا تشجعون سياحة برا وإحنا عدنا يعني بسلطنة عمان ما شاء الله أجواء ومناظر طبيعية خلابة مخيفة يعني بصراحة، فإن شاء الله لازم أجي يوم بس زيارة وزيارة خاصة حتى أكتشف هاي الأماكن الحلوة. شعب محب، شعب عربي واحد، أكيد طبعا قدم لهم أكثر من عمل إن شاء الله. كل الأغاني اللي يحبوها، كل الأغاني اللي كتبوا لي على السوشيال ميديا إن شاء الله أقدر ألبيها اليوم، وإن شاء الله تكون سهرة حلوة ما تنسي.